حماية لاقتصاد وطننا من التهريب بشتى أنواعه، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببنقشة من حجز كمية معتبرة من سجائر أجنبية الصنع على متن مركبة رباعية الدفع قادمة من إحدى ولاية الجنوب نحو ولاية مجاورة. العملية تمت بعد استغلال معلومة حول مرور مركبة محملة بمواد مهربة، أين تم وضع تشكيل أمني محكم بالتنسيق مع عنصري الرصد والاستعلام. فور رصد المركبة المشتبه فيها قام سائقها بتغيير المسار محاولا الإفلات، غير أن سرعة تدخل أفراد الدرك الوطني بوضع المسلفة في اتجاه سير المركبة مكن توقيفها بعد انفجار العجلتين الأماميتين لها، أين قام سائقها ومرافقه بالفرار على متن سيارة سياحية كانت ترافقهما، ليتم على الفور وبالتنسيق مع أفراد السد الثابت للدرك الوطني بالدويلات توقيف المركبة على متنها 3 أشخاص. العملية مكنت من حجز 16500 وحدة سجائر أجنبية الصنع مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم مع حجز مركبتين وتوقيف 3 أشخاص، سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور انتهاء التحقيق.